وروى ابن كثير أن عبد الله بن مطيع كان داعية لابن الزبير، يقول: مشى من المدينة هو أصحابه إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم، فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال محمد: ما رأيت منه ما تذكرون. ائتوني بدليل واضح أن يزيد يشرب الخمر، والله كلها كذب، كلها كذب وادعاءات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، ألا لعنة الله على الكاذبين. أمامنا صحابيان يشهدان على يزيد بالخمر، وأمامنا تابعي، أنا الآن أقيس بمقاييسهم، محمد ابن الحنفية تابعي، كذب الصحابيان وأخذ رواية التابعي، علما أنه بإمكانه الجمع كما يفعلون، لأن التابعي نعم ما رآه، وليس غريبا على يزيد أن يحرم نفسه ليلة من الخمر، أو مثلا ناموا يا شباب اقعدوا هون بهالحقل والبستان ويروح يسكر حتى يشبع يغيب ساعة عنهم ويرجع، طبيعي أن لا يرى. فمن لم يرى لا ينفي قول من أثبت، فكيف إذا كان تابعي ينفي به أقوال صحابيان ويلعنهم؟ الذهبي قال عنه يشرب المسكر، كان ناصبيا فضا غليظا جلفا يتناول المسكر ويفعل المنكر، في سير أعلام النبلاء، يعني شيء غريب أن يلعن الصحابة بهذا الشكل كرمال عيون يزيد الذي اتفقت الأمة على أنه سكير خمير، حتى شيخ ابن تيمية قال عنه فاسق. من أجل فاسق يا رجل تلعن الصحابة وتلعن العلماء؟ يعني يجب أن ننتبه إلى ما نقول. طبعا من أسباب ضعف مذهب الوهابية الضحالة العقلية، وأيضا أحيانا كثيرة سوء الأخلاق.